فنتكلم بالظبط بقى بيحصل ازاي الكلام ده. يعني ده الثري دايمنشنال تراجكتوري اللي بيحصل بالظبط، ان احنا لو احنا بنقيس في بارتيكولار اكسس. يعني انا بتخيل دلوقتي، وده اللي بيحصل براكتيكالي في معظم القياسات بتاعت القلب، بيبقى في عندنا الكترودز. الالكترودز دي لو انا تخيلت مثلا بشوف الالكترود اللي على الرايت ارم وعلى الليفت ارم، في بينهم فيكتور، في بينهم يعني بيسكلي في بينهم خط مستقيم. اللي انا بشوفه براكتيكالي هو البروجكشن بتاع 3 دايمنشنال تراجكتوري اللي انا بتكلم عليه، اللي هو الاصلي، بشوف البروجكشن بتاعه على الخط ده بالذات. لو انا اخذت انذر لاين يعني في مكان اخر، هشوف خط تاني، اشوف شكل مختلف. يعني اكني بالظبط عندي حاجه 3 دايمنشنال موجوده قدامي وانا بلف حواليها اشوفها من كذا انجل. فبيسكلي الحاجه اللي احنا لازم نفهمها كويس قوي، ان الاي سي جي اللي احنا بنشوفه دوت هو عباره عن البروجكشن بتاع ال 3 دايمنشنال تراجكتوري اللي هو بيعبر لي عن محصله الفيكتور كارديوجرام. فبيسكلي بنتكلم على، يعني لو انا بتكلم على الليد دايركشن مثلا، هو الليد دايركشن اللي هو ده كده مثلا، هلاقي ان انا هنا ببتدي مثلا في النقطه دي اللي هي نفس النقطه اللي احنا بنبتدي عندها هنا دي كده، بيبتدي يتحرك يعمل البي ويف، يعني يتحرك بالشكل ده كده. فلما انا بشوفها هنا، لما انا بتحرك هنا كده، انا شايف على الدايمنشن ده بس كده، على الاكسس ده بس، ان هو بيطلع بيزيد في الاتجاه ده. بعد كده لما بينزل في الاتجاه ده بيرجع تاني لمكانه زي ما كان. بعد كده بيبتدي يتحرك في الاتجاه اللي هو كده، يبتدي يتحرك ان هو بينزل تحت شويه يجيب لي النقطه دي، وبعد كده يبتدي يطلع في الدايركشن ده كده يجيب لي النقطه دي، وبعد كده بينزل تاني يجيب لي النقطه اللي تحت دي. فكل الكلام ده واضح هنا، النقطه دي وبعد كده نقطه اللي هي الكيو والار والاس بيطلعوا لي من ان انا مشيت في الدايركشن ده كده ورجعت تاني هنا كده، وبعد كده بمشي هنا كده في الدايركشن ده علشان اعمل التي ويف اللي في الاخر خالص. فبيسكلي كل واحده منهم طبعا بتعبر عن اكسايتيشن بيحصل عندنا داخل القلب. يعني مثلا اللوب الاولانيه دي بتعبر لي عن الاتريال اكسايتيشن، الكيو ار اس بتعبر لي عن الفنتريكولار اكسايتيشن، التي ويف دي بتعبر لي عن يعني بتكلم بقى على عكس الاكسايتيشن، هو اللي هو ريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن بيسكلي هو ده اللي بيرجع فيه القلب زي ما كان في اول السايكل تمام. فبنتكلم على ان يعني كل الحاجات دي الحقيقه انا معتمد فيها ان انا بصيت على الاكسس دوت. لو انا بصيت على الاكسس في دايركشن تاني مثلا، اكسس هنا مثلا ولا حاجه، هشوف شكل الاي سي جي بشكل مختلف. وعشان كده الحقيقه بنستعمل مالتيبل ليدز او مالتيبل يعني دايركشنز عشان ناخد منها الاي سي جي سيجنال، عشان كل واحده بتبص لنا على الشكل الثري دايمنشنال دوت من انجل مختلفه، وبالتالي بتعرض لي حاجه ممكن ان هي تديني معلومه اضافيه بالاضافه للاكسس اللي انا شايفه دلوقتي حالا هو في شكل الاي سي جي المعتاد. فبيسكلي زي ما بقول كده دلوقتي، احنا عندنا دلوقتي مجموعه الكترودز بيسكلي الساجيتال بلين. يعني بيسكلي عندنا في الكترودز، يعني مثلا في الفي 2 والاي في ار او اي في اف، الاثنين دول بيعبروا لي عن الساجيتال بلين، واحده من البلين. لو انا خدت الثري دايمنشنال يعني الجزء بتاع الثري دايمنشنال هارت مثلا شكله كده، الساجيتال بلين هو عباره عن البلين اللي هو بيبقى بالشكل ده كده، اللي هو بيعبر لي عن البلين اللي هو متجه للامام ومن الامام للخلف. الفرونتال بلين هو عباره عن البلين بتاع الصدر نفسه، يعني بتكلم ان هو الحاجه اللي هي الدايركت اللي هنا دي كده بالظبط. بتكلم على الترانسفيرس بلين هو الكروس سكشن. فهنلاقي ان احنا عندنا مجموعه ليدز، في عندنا هنا تو ليدز يقدروا يجيبوا لي معلومات عن الساجيتال بلين، عندي هنا خمسه ليدز يجيبوا لي الفرونتال بلين، عندي هنا سته ليدز يجيبوا لي الترانسفيرس بلين. فبالتالي باستعمال مجموعه الليدز دي كلها اقدر اكون فكره كامله عن ال 3 دايمنشنال فيكتور كارديوجرام، يعني بناء على ان انا بصيت لها من الثلاث بلينز الاساسيين اللي موجودين عندي في 3 دايمنشنز. طبعا كل ما ببص من انجل مختلفه كل ما بيكون عندي شكل الاي سي جي مختلف. يعني نفس الاي سي جي هو هو، لما ببص له من الاي في ار مثلا، واحده من الليدز اللي هي اللي هنشوفها دلوقتي، بيبقى شكله كده. لما ببص له من الاي في ال بيبقى شكله حاجه ثانيه خالص. ده مش نورمال واب نورمال، بتكلم على نفس السيجنال، هي نفس دي بالظبط، هي بالظبط، عشان ببص لها من انجل مختلفه بتطلع لي بشكل مختلف. طبعا هنا الطبيب لما بيبص على الحاجات دي بيبقى عارف ان الليد الفلانيه المفروض يطلع فيها شكل الاي سي جي كذا. وبعض الاريثميز، بعض المشاكل اللي بتحصل في القلب بتظهر في ليد معينه، فهو بيبقى دارس عارف شكل السيجنال بالظبط تبقى عامله ازاي في كل واحده من الانجلز دي،
وبناء عليها بيقدر يشخص بناء على كده. يعني ما اقدرش مثلا اقول ان انا لما اشوف سيجنال زي كده، لو انا فرضا السيجنال دي كانت موجوده مثلا في الاي في ال يبقى شكلها مختلف، لان الاي في ال المفروض النورمال بتاعها شكله كده. فبالتالي لما يبقى في ريفرسال مثلا الكيو ار اس يبقى معنى كده في حاجه غلط، انما في الاي في ار اللي هو الليد اللي اسمه اي في ار ده شكلها طبيعي جدا. فبالتالي احنا كده زي ما احنا اكننا بنبص على 3 دايمنشن اوبجكت من كذا انجل، عمرنا ما بنشوف نفس الحاجه من كل الانجلز، كل انجل بتدينا زاويه مختلفه شكل مختلف بس هو نفس الاوبجكت. عشان اقدر اتعرف على الاوبجكت بشكل كامل لازم ابص له من قدام ومن الجنب ومن تحت، بحيث ان انا اقدر ان انا اكون فكره عامه عن ال 3 دايمنشن ستراكشر بتاع الحاجه اللي انا ببص لها. نفس الكلام بيحصل لنا بالظبط بالنسبه للالكتريكال اكتيفيتي اللي احنا بنسميها الفيكتور كارديوجرام.